بعد انطلاق الحوار الوطني، قامت الجامعة العامة التونسية للشغل بندوة صحفية طرحت من خلالها الحلول المناسبة لتصحيح المسار الانتقالي الديمقراطي نظرا لما تعيشه البلاد اليوم من أزمة خانقة. وتمثلت الحلول بالأساس في مراجعة المسار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. أن اليوم مصلحة تونس والانتقال الديمقراطي يجب نعطوا عناية للبعد الاقتصادي والاجتماعي، قضايا التشغيل، قضايا التنمية الجهوية، قضية تنمية الثروة، الاستثمار، تحسين المقدرة الشرائية للمؤسسات، المقدرة الشرائية متاع العمال ضعيفة ويجب نحسنوها، ولكن في إطار خطة متكاملة للإنعاش وليس للتقشف. التوافق والتصدي للعنف والإنهاء المرحلة الانتقالية وإرساء الاقتصاد الوطني أهم النقاط التي ارتكزت عليها مبادرة الجامعة تحت عنوان مبادرة مواطنية. لزمنا اليوم العراف يتبناو تسكي ما كل ما هو اجتماعي وجمعياتي، والعامل يتبنى فكرة أنه يلزمه ينمي المؤسسة متاعه، يزيد في أحداث مواطن الشغل، يعني الطريقة التجذبية تكون نبدلوا الأطوار ما بين العامل وأصحاب المؤسسات. وتؤكد الجامعة العامة التونسية للشغل على ضرورة القطع مع ثقافة الحزب الواحد والمنظمة الواحدة لإرساء حوار اجتماعي حقيقي.